طيب اهلا اولا بحضراتكم، ده نمره واحد. نمره اتنين، مصر عانت لفتره ما هياش قليله على الاطلاق، وقل لعقود حتى وان كانت قليله بس هي عقود، من اصابات واسعه بالسرطانات. ودايما احنا نقعد نتساءل ليه؟ يعني ايه اللي حصل؟ هو كان موجود زمان واحنا مش واخدين بالنا مثلا، ولا هو اصبح موجود بزياده؟ بعضنا يقول يمكن يكون بسبب الكيماويات اللي بتتحط على الاكل والشرب والمبيدات وكلام من ده، كل ده قد يكون من باب الاجتهاد. لكن كان عندنا واقع مؤلم، الواقع المؤلم بيقول ان احنا بلد مليانة عقول ومليانة اساتذه ومليانة دكاترة، بقولها لك للمرة المليون، وانتوا عارفين تقريبا بقول الكلام ده تقريبا كل يوم، دكاترة مطلوبين في كل حتة في العالم على اول الليستة، عايز مصريين. انا ليا صحاب دكاترة بيشتغلوا في انجلترا في ادخل مستشفيات، بيطلب المصريين بالاسم، احنا عايزين المصريين. في فرنسا عايزين مصريين الى اخره. هل اشتغلنا كما يجب زمان؟ طب قول للزمان ما ترجعش يا زمان، خلصت. لكن الجيد في الموضوع انه الدولة اصبح في عندها اهتمام حقيقي رئيسي كامل بصحة المصريين في اكتر من مبادرة، يمكن حضراتكم حافظينها اكتر مني. بس النهاردة عايزين نتكلم شوية على اهتمام وجهود الدولة في مواجهة الاورام السرطانية. عملنا ايه؟ ايه اللي حصل؟ طيب انا عندي تقريبا اظن 57 مركز في الجمهورية. خلوني أفهم أكتر ونعرف أكتر، ونرحب أولا بضيفتنا العزيزة داخل الاستوديو دكتور نيرفانا حسين، أستاذ مساعد بقسم علاج الأورام بكلية الطب جامعة حلوان، ومقرر اللجنة العلمية، خد بالك بقى، للمبادرة الرئاسية لمكافحة الأورام. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. أهلا. الدنيا عندنا برد تلج، جو سويسري. دي حقيقة. لأن يعني إحنا عاملين كده برد مش عشان حاجة، عشان التقدم ليس إلا. أوكي خلاص لو كده اوكي. خليني هسأل الاول على احنا عندنا اصابات الاورام في مصر، ترتيبنا فين على العالم لو في احصائيات من النوع ده؟ احنا الـ في الفتره الاخرانيه يمكن يبان ان اعداد الاصابات زادت، ولكن هو في حقيقه الامر ان الوعي بتاع الشعب بقى افضل. بمعنى ان احنا زمان كان المريض بيفضل خايف يكشف، خايف يروح، خايف، فبالتالي يا اما بيتشخص في مراحل متقدمه او بيتشخص في المراحل او اوريدي ما بنعرفش عنه حاجه، يعني بيحصل ان الحاله بتتاخر وهكذا وما بنعرفش اوريدي او ما بيسجلش في الوزاره. يعني بالوقت وبالوعي بدات الناس تعرف تروح تكشف، مع طبعا المبادرات الرئاسيه بدا يبقى فيه فحص دوري، بدا يبقى فيه اعداد، فبالتالي بقينا الاعداد او حالات السرطان بقت باينه، وبقينا بنشوفها كل يوم باعداد احنا بنبقى شايفين انها بتتزايد، بس هي الحقيقه لا، هي بس بقت بتتشخص. فبقى فيه تشخيص اكثر دقه بالزبط. ووعي اعلى لدى المواطن، فبقى بيروح علشان يفهم بالزبط. ويعرف ويتاكد بالظبط بالظبط. طيب ايه اللي مصر قامت بيه خلال السنوات القليله الماضيه للوقوف قدام المرض الملعون ده؟ الحقيقه الدوله المصريه في خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا يعني حطت ملف الاورام من اولويات ملفات الصحه. فده بدا بسياده الرئيس، بدانا من المبادرات الرئاسيه. خلينا نتكلم عن المبادره الرئاسيه لصحه المراه، ودي كان هدفها الاساسي طبعا الفحص الدوري والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي. بدأت المبادرة دي بأن هي تعمل فحص دوري في حوالي 3538 وحدة صحية في حوالي 27 محافظة عشان تغطي الجمهورية بالكامل، بحيث أن كل سيدة تبقى قريب منها أقرب وحدة صحية أو أقرب مركز عشان تروح تعمل الفحص الدوري. وبعد كده لو احتاجت فحص متقدم، بمعنى أن لو اتعمل الفحص الدوري واحتاجت أنها تعمل فحص الماموجرام، بتتحول الى احد الاماكن اللي بقى فيها الفحص المتقدم، زي وحوالي 102 مستشفى كانت مجهزه لدوت. وده طبعا يعني في الفتره دي وصلنا لما يقرب من 33 مليون سيده للفحص الدوري في خلال الفتره من 2019 مع بدايه المبادره لحد دلوقتي. تم تشخيص قد ايه بسرطان ثدي بالفعل واحنا ماشيين بنعمل الفحص الدوري؟ حوالي
16,740 او 750 الى وقتنا هذا يعني، تم علاجهم باحدث البروتوكولات. فبالتالي انت قدرت في حوالي 3 او 4 سنين ان انت تقدر تعمل فحص دوري اكتشاف مبكر. قدرت ان انت تحول من، وده هدف المبادره الحقيقه واللي في وجهه نظري ده نجاح كبير ليها، ان بدل ما انت بتشخص معظم الحالات في حالات متاخره، بدات ان انت تقلل الحالات المتاخره اللي بيتم تشخيصها وبترفع الحالات اللي في مراحل مبكره، فبالتالي بتوصل للشفاء التام ان شاء الله. هل ده مرض يشفى منه؟ طبعا طبعا، بس بشرط الاكتشاف المبكر. وده وعي الدوله المصريه ان احنا بدانا دلوقتي في وعي ان الاكتشاف المبكر معناه شفاء تام. كل ما اكتشفت تام ايا كان مكانه او نوعه، ايا كان مكانه، الاكتشاف المبكر بيعني الشفاء التام. اذا تم وضع الـ 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 الخطه العلاجيه مظبوطه بيتم الشفاء منه تام. طيب ايه اللي احنا عملناه كمان في خلال المبادره، او ايه كانت اهداف المبادره؟ هي المساواه بين المواطنين. بمعنى ايه بقى؟ ان تم توحيد كل بروتوكولات العلاج في كل المراكز او المستشفيات، سواء كانت مراكز وزاره الصحه سواء كانت المستشفيات الجامعيه. كل سيده بتشخص بسرطان ثدي فهي بتتبع بروتوكول علاج موحد في كل المراكز والمستشفيات. كنا زمان كنا بتلاقي مثلا ان ممكن، انا رايي ان خط العلاج الاول ممكن ادي كذا، خط العلاج الثاني ممكن ندي كذا. مفيش كده في المبادره. المبادره هو توحيد للبروتوكولات العلاجيه، فاصبحت السيده ايا كانت مكانها، ايا كان مستواها الاجتماعي، ايا كان هي عايشه فين، هي بتتعالج بنفس الطريقه وفقا للمركز اللي هي بتروح له. يعني احنا حاطين بروتوكولات موحده في كل مكان. بالظبط كده، لسرطان الثدي وفقا للمبادره الرئاسيه. وده في الخطوات القادمه، المبادرات الرئاسيه هي هتشمل معظم الاورام او كل الاورام، هتبقى تباعا، وبالتالي هيتحط نفس الاستراتيجيه دي في كل الاورام على الفترات اللي جايه باذن الله. انا يمكن بدا اهتمامي الفعلي بالمساله في وقت مرض والدي الله يرحمه، لانه هو جاله سرطان. فبدات اقعد اقرا فيه واقرا في الابحاث اللي بتحصل في الدنيا على قدي، مش ابحاث المتخصصين، فيمكن حتى كان في علاج تجريبي لسرطانات المخ، و جيمي كارتر نفسه خضع لهذا العلاج التجريبي وشفي منه، وكان ده حدث يعني بريك ثرو، اظن كان من حوالي 6 سنين دلوقتي، وقت ما كارتر، اكتر كمان، وقت ما كارتر خضع لهذا العلاج وشفي. فانا قلت طيب يعني بيشفى. السؤال بقى، هل الـ 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 الانواع من العلاجات الجديده اللي هي يمكن تكون بعضها خاضع للتجربه بره، وبعضها اظن اصبح مطروح، يعني في علاج جديد لسرطان القولون موجود في امريكا، انا افتكر حضرتك اسمه، حتى انا كاتبه عندي على الموبايل والله، وعارف سعره كام بالدولار، وعارف الكورس قد ايه، وكل الكلام ده من كتر ما انا مهتم بالقصه، وخايف، مش خايف على نفسي على الاطلاق، خايف على الناس. هل احنا بنجيب الحاجات دي؟ هل بنضمها زي ما حضرتك قلت لنا كده للبروتوكولات بتاعه العلاج؟ طبعا، احنا في الفتره يعني في حوالي العشر سنين اللي فاتوا، اقدر اقول ان معظم الادويه هي جوه مصر. يعني ما تقدرش تقول ان انا ما بقاش زي الاول، ان المريض عشان يتعالج كويس لا لازم يسافر بره عشان يتعالج كويس. أيوة، او يقدر يلاقي دواء. خالص، احنا بقى عندنا يعني احنا اكسسبيليتي لجميع انواع الادويه، سواء كانت الادويه العلاج الكيميائي، العلاجات الموجهه، العلاجات المناعيه، وباسعار معقوله جدا جدا على فكره. يعني عندنا هيئه الشراء الموحد بتعمل شغل كويس قوي، ان هي كنت لسه هسال السعر. بتوفر هيئه الشراء الموحد، عملت حاجه جميله جدا. انت بدل ما انت كنت كل جهه على حده، بقى في هيئه، الهيئه دي بتقدر ان هي المتحكمه او اللي بتورد لجميع المستشفيات والمراكز اللي موجوده في مصر. فده طبعا خلاها ان هي تقدر تنزل في اسعار الادويه، فالادويه بقت في متناول الجميع. في البروتوكولات العلاجية لسرطان الثدي، الأدوية اللي توفرت هي اللي محطوطة في البروتوكولات العالمية. يعني لما حضرتك تبص على الجايد لاينز والاسترشادات الأمريكية والأوروبية، هتلاقي هي نفس الجايد لاينز أو البروتوكولات العلاجية اللي كانت موجودة أو اللي موجودة دلوقتي وبتتبع في سرطان الثدي وفقا للمبادرة الرئاسية. وده شيء يدعو للفخر حقيقي، يعني لان ده خلى السيده بدل ما تقعد تشيل عبء، او العيله تشيل عبء، طب انا هجيب التكلفه منين، هي بتروح بتوفر لها ده على نفقه الدوله.
على نفقة الدولة؟ على نفقة الدولة يعني بالكامل. لا قدر الله لو حد بيعاني من هذا المرض يروح، أو يعني السيدات تحديدا في هذا النوع تحديدا اللي هو سرطان الثدي، ده علاجه على نفقة الدولة أول ما هتتشخص لحد ما هتتعالج بالكامل مفيش، مش هتدفع جنيه، كله على نفقة الدولة. طيب أنا برضو ببقى مشغول حبتين بالطريقة، وده برضو نتيجة التجربة اللي كانت عندي مع بابا الله يرحمه. الطريقة بتاعة الدكتور لما يشخص ويتأكد، طبعا في الأفلام ويقول الخبر، يروح قايل له بقى الخبر. فأنا ليا صديق عزيز جدا الدكتور هشام الغزالي، هشام حبوب، بس هشام تركيبته كده يعني، هو خلقته شخص لطيف ومهذب وجميل ويقعد يهزر وما يحسسكش ان في حاجه. وبعدين شفته وهو بيتكلم مع الناس وهم في العياده، طبعا ما بيخشش جوه، لكن بشوفه قاعد عمال بيهزر، الناس خارجه مبسوطه ومبتسمه. فانا حتى اقعد اضحك. في مره قلت له طب انت بتقول لهم ايه؟ قال لي كل حاجه وليها طريقه، هي المهم انك انت تطمنه. قلت له طب لو جاي لك في ستيج وحشه خالص يا هشام؟ قال لي برضه طمنه برضه. بالظبط. بتعملوا ايه يعني الدخله دي؟ هي الفكره ان احنا دايما، انا دايما حتى بقول الجمله دي، احنا الناس اللي دايما بنديليفر الباد نيوز، يعني دكاتره الاورام عامه، انت اللي بتقدر، انت اللي بتقول الخبر، فبالتالي لازم يبقى عندك الطريقه اللي تقدر توصل بيها المعلومه، بس مش بشكل صادم تخلي المريض يعني يكره المرض. انت عندك صراحه. لا لا لا. واللي بيميز الدكتور الشاطر على فكره من اللي مش شاطر، طبعا طبعا ان هو يبقى شاطر في مادته وفي علمه، ولكن كمان من جزء من دوت ان هو يبقى قادر يتعامل مع المريض، عنده كوميونيكيشن كويسه. بتقدر، مش معنى كده ان احنا نضحك على العيان طبعا، لا، احنا بنوصل الرساله بس بالطريقه اللي يقدر يتقبلها ويبقى فعلا عايز يتعالج وفعلا بيثق فيك او بيثق في الدكتور اللي بيعالجه يعني. طيب انا النهارده او المواطن بشكل عام علشان يطمن على نفسه، احنا عندنا ثقافة بتاعت انا مش عاوز اسأل، يعني فحوصات اورام مش عامل، تحاليل وحاجات مش عامل، انا مش عاوز افتح على نفسي فتوحة، طالما انا ماشي كويس انا تمام. احنا اخرنا نعمل شوية فحوصات متعلقة بالقلب والدورة الدموية والضغط والسكر وصورة دم كاملة وسلام عليكم. ايه الثقافة الصح؟ انا لحد كان مثلا من كام سنه لما كان حد يقول لي دكتور حضرتك تخصصك ايه، اقول له انا استشاري علاج اورام، يا ساتر. بجد لحد ما بعد شويه الوعي والثقافه والتوعيه والمبادرات، والناس لما لقت ان لما بنروح بنخف وبنعيش حياتنا طبيعي، مهم قوي وبنتعالج، بنعيش حياتنا طبيعي، بنعيش حياتنا طبيعي، لما بنخف بنعيش حياتنا طبيعي زي اي مرض مزمن، اي مرض احنا عملناه وخدنا البروتوكول بتاعه وخلصنا، بنقدر نعيش حياتنا طبيعي جدا بعد ما بنخلص. فعشان نقدر نوصل لده لازم نروح نكشف بدري، لازم لما احس باي حاجه لازم اروح للدكتور بدري، ما خافش، لان كل ما خفت كل يوم بيعدي الموضوع بيتطور اكتر، الموضوع بيكون اصعب، علاجه بيبقى اصعب. فيعني بنقول للناس يعني يا ريت ان يعني ما تستنوش، كل ست فوق 18 سنه من فضلك روحي وافحصي نفسك واعملي الفحص الدوري ده بالمجاني تماما. الدوري ده بقى كل قد ايه الفحص الدوري ده؟ الفحص الدوري هي لما بتروح ده يعني على حسب في مشكله ولا ما فيش، يعني الفحص الدوري ده اللي نقصده ان احنا عند 18 سنه هي بتبتدي ان هي تروح علشان تعمل الفحص العادي، عند 40 سنه بتبتدي تعمل اشعه الماموجرام بصرف النظر عن ان في كتله او ما فيش. لازم بتروح تعمل الفحص الدوري، لان الماموجرام، طب ليه انا بعمل وانا ما عنديش؟ لان الماموجرام بيقدر يطلع الحاجات اللي هي حتى ما بنحسهاش بايدينا، غير ملحوظه. بالظبط كده. فبالتالي بننصح، وده يعني بالمجاني تماما، وده جاي في كل ان شاء الله انواع الاورام، لان دي تكلفات رئاسيه، ان ملف الاورام هو محطوط في الاولويات دلوقتي. طب قبل ما اطلع الفاصل، الستات محظوظين في البلد دي؟ لا، والرجاله جايين ان شاء الله، حضرتك ما تقلقش، المبادرات لا جايه ان شاء الله. ليه؟ هل الرجاله برضه ليهم زي مراحل يروحوا يعملوا فيها فحوصات وحاجات زي كده؟ سرطان يعني البروستاتا طبعا ده لازم بيتعمل التحليل، دلالات الاورام بتاع ليه عمر معين عند 50 سنه المفروض ان احنا نعمل 50 سنه يروح. فاهداف المبادرات اللي جايه ان شاء الله هي هتكون ان احنا الاستهداف للسيدات وللرجال، ان كل حاجه نقدر نعملها فحص دوري للاكتشاف المبكر هنعملها، وباذن الله ان شاء الله تبقى على نفقه الدوله.
باذن الله. طب انا اساسا حضرتك هطلع فاصل وعايز ارجع بعد الفاصل على مساله ال 57 مركز دول موزعين في عموم الجمهوريه، بنعمل ايه لو انا عايز يعني انا عايز افهم اكتر واساعد الناس انها تتشجع اكتر كده ويبقى قلبها جامد وتاخد بعضها وتروح وفي النهايه خلاص هنخرج زي الفل في كل احوال انت خارج زي الفل. خليكم معانا ونكمل كلامنا بعد الفاصل مع دكتور نيرفانا حسين استاذ مساعد بقسم الاورام بكليه الطب جامعه حلوان. استنونا بعد اذن حضراتكم. طيب اهلا بحضراتكم مره تانية وكل الترحيب بدكتور نيرفانا حسين استاذ مساعد بقسم علاج الاورام بكليه الطب بجامعه حلوان ومقر اللجنه العلميه للمبادره الرئاسيه لمكافحه الاورام. انا ليه بقول لك شد على كلمه المبادره الرئاسيه؟ اصل انا ما سمعتش الكلام ده خالص تقريبا من ساعه ما اتولدت، كلمه المبادره الرئاسيه لعلاج حد دي. اه والله خالص لعلاج اي حاجه يعني، ما ده سابونا مع فيروس سي لحد ما الكبد عندنا بقى سفنجه، حاجه مؤلمه الحقيقه. دي احد المبادرات الرائعه. عظيمة. حضرتك عارف ان ان فيروس سي اصلا هو المسبب الرئيسي لسرطان الكبد. واحنا في مصر احنا الدوله الوحيده اللي سرطان الكبد هو نمبر 1، يعني احنا في معظم دول العالم سرطان الثدي مثلا نمره 1. سرطان البروستاتا نمره 1 في الرجال. احنا كنا لا، احنا الكبد نمره 1، وكان للاسف ترتيبنا متقدم ما بين الدول في الاصابه بالنوع ده. بالظبط. فلما جت اتعمل المبادره بتاعه الفحص الاكتشاف وعلاج فيروس سي، فانت تباعا هتقلل نسب اورام الكبد المسبب، يعني انت بتقلل المسبب لده. فالحقيقه دي كانت برضو من احد المبادرات الناجحه جدا جدا، يعني في ان احنا نقلل اورام الكبد. الحمد لله وشكرا لله. ال 57 مركز دول متوزعين في ال 27 محافظة؟ بالظبط، دول متوزعين عبارة عن 16 مركز بيتبعوا أمانة اللي هي المجالس الطبية المتخصصة، و 23 بيتبعوا أمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اللي هم المجلس اللي هم المستشفيات الجامعية، و 6 بيتبعوا المعاهد التعليمية، و 10 هيئة التأمين الصحي. فدول متوزعين في كل المحافظات. دول بقى مراكز الاورام، يعني احنا لما بنتكلم على الفحص الدوري فبنقول ان ده موجود في الوحدات الصحيه اللي هم 3500 وشويه. بالظبط كده 3538 بالظبط. لما بنقول ان في فحص متقدم في 102 مستشفى بتقدر تقدم ده. لما بنقول على مراكز الاورام فدي مراكز العلاج بقى، دي المراكز اللي تم التشخيص، مراكز العلاج اللي بتقدر يعني بتقدم. كمان مقسمها مراحل طبعا، يعني 3538 وبعدين ال 102 في مرحله بقى فيما بعد كده. وبعد كده بقى تخصص التخصص لاجل تقديم العلاج في ال 57. بالظبط كده. فالمراكز المراكز دي هي اللي بتقدر تقدم خدمات، سواء كان العلاج الكيمائي، العلاج الدوائي، العلاج الموجه، العلاج الاشعاعي. وفي حاجه جميله بقى كمان اتعملت في المبادره الحقيقه، المفروض ان احنا من زمان قوي بدأنا ان احنا محدش بيشتغل لوحده، يعني دكتور الاورام ما بياخدش قرار لوحده، لازم بيرجع لدكتور الجراحه، لازم بيرجع لدكتور الباثولوجي، بيكلم دكتور الاشعه يقول له طيب انا شايف كذا. الكلام ده احنا كنا بنعمله قبل كده ودي بيننا وبين زمايلنا يعني. بعد كده بدأت مراكز الاورام ان هي تشتغل باللي هي اللجان متعدده، اسمها لجان متعدده التخصصات اللي هي الام دي تي. ده اللي كنا نتفرج عليه في الافلام من زمان، يقولوا عملوا له كونسلت ودكاتره. ايوه بالظبط كده. جت المبادره بقى هي يعني الزمت ان ما ينفعش يترفع قرار بدون اللجنه متعدده التخصصات. رائع. فبقى ان لازم ان في كل مركز من دول لازم هيقعد دكتور الجراحه الاورام مع دكتور الاورام مع دكتور الاشعه مع دكتور الباثولوجي، هيبصوا على كل الاشعات وكل الفحوصات ويبصوا على المريض وياخدوا القرار ويمضوا عليه كلهم. ودي من يعني من غير الورقه دي مع بقيه الاشعات والحاجات ما ينفعش يترفع قرار ومش هيتوافق عليه. فبقينا الثقافه موجوده بس كنا بنعملها برضو اجتهادي، ان كل مركز عايز يشتغل كويس بيعمل كده. المبادرات الرئاسيه هي الزامت ده، لازم نقعد مع بعض عشان نقدر نطلع احسن قرار يفيد المريض. طيب الباث وايز دي، يعني انا برضو انا داخل على 50 سنه فهروح اعمل كل حاجه، بس بس انا الجيل اللي هو ايه بيتخض من قصه انا مستني راي اللجنه، ده معناها بقى ان انا هقعد 9 سنين على ما اللجنه لا خالص خالص. احنا في لازم تقللنا الوقت تماما، ان ما بين العيان ما بيبتدي لحد ما يتشخص مش المفروض انه يكون عدى 30 يوم. فبالتالي انت ما بين بقى الاشعاعات والتشخيص والباثولوجي والكلام دوت يعني.
فمفيش ويتنج ليست. حتى لما بنلاقي في اماكن فيها ويتنج ليست بنروح محولين العيان على مكان تاني ممكن يكون الدنيا فيه اهدى، بحيث ان قراراته تطلع على طول. قرار العلاج على نفقه الدوله بيطلع في خلال اسبوع، اللي هو القرار العلاج اللي بيتوافق فيه على بروتوكول العلاج. حلو. فبالتالي هي المبادره لا يعني مش مسموح فيها ان يبقى في اي تاخير. طيب برضو سؤال يتعلق بالمواطن والمشوره. ما انا برضو على قديم وصلي فببقى قاعد مخضوط طول الوقت. انا بقى كالمواطن ده هياخد بعضه وياخد الفحوصات ويروح للدكتور الفلاني بتاع اللجنه علشان يمضي له، والدكتور الثاني والدكتور الثالث والرابع والخامس والسادس، ولا الموضوع كله بيتم من عند حضراتكم؟ لا كله كله على السيستم. ده سيستم سيستم كل حاجه على أنا المريض. انا ما بشيلش الملف يالي جوه الاشعاعات والتحاليل ومش الف لفتي خالص. كل حاجه موجوده وبتتسجل على السيستم. يعني المريض لما بتروح تعمل الفحص الدوري بتتسجل على السيستم هو طلع ايه، لما بتروح تعمل الفحص المتقدم بيطلع على السيستم هو ايه. لازم كل ده بيخش داتا انتري، في ناس مدربه على مدخلين بيانات مدربين ان كل حاجه بتطلع بتخش على السيستم لحد ما ينتهي. لو في الاخر محتاج انه يتعرض في اللجنه بيتعرض في اللجنه. طب المواطن مثلا في المرحله خالص في البدايه خد بعضه وراح عمل الفحوصات في واحد من ال 3538 مركز، وحده صحيه وحده. طيب مين، هل هو ولا الوحده اللي بتحيله للمرحله اللي بعدها لا قدر الله في حاجه اللي هي ال 102 مستشفى هم؟ بالظبط كده. مين بقى اللي بيودي؟ الوحده طبعا بتقول له بتروح في المكان بتقوله. الفلاني في الوقت الفلاني. انا ما بتدخلش كمواطن خالص، هو سيستم اوتوماتيك. اول ما بيخش الداتا ان احنا عايزين نروح الفحص المتقدم السيستم بيقول يروح فين، فبنتوجه المريض للمكان يروح فين ويروح امتى وكل حاجه سيستم. يعني هو مكان المبادره هي مميكنه بالكامل. وبطبيعه الحال من ال 102 لل 57 نفس القصه، كل حاجه سيستمايزد. انا ماليش دعوه. بالظبط كده. طب ده كلام كويس جدا. طيب يجي برضو في بالي مجموعه من بصي صححين لو انا بسال اسئله مش في الجول. طبعا. هل في حاجه هي اللي بتؤدي للاصابه؟ يعني انا كده مثلا فاهم انه فيروس سي يؤدي الى احيانا كثيره جدا في الاغلب الاعم الى الاصابه باورام الكبد. هل في حاجه احنا في حياتنا بنعملها غلط ما تؤدي الى اصابه بسرطان قولون، بسرطان المعده، وهكذا؟ في عوامل عاليه الخطوره بنسميها ريسك فاكتورز، دي بتكون من مسببات السرطان. فدي احنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نبعد عنها علشان نحاول ان احنا نقضي على المسببات بتاعه السرطان. اولهم طبعا التدخين. التدخين بجميع اشكاله وانواعه، سواء كان المدخن نفسه او التدخين السلبي. التدخين هو سبب رئيسي واساسي في سرطان الرئه والحنجره. فلو قللنا وبعدنا، مش قللنا، امتنعنا عن التدخين، فاحنا هو مش بس في سرطان. يعني لو حضرتك بصيت في المسببات بتوع تقريبا معظم انواع السرطان هتلاقي التدخين سبب طبعا. بس هو سبب رئيسي في الرئة والحنجرة. الأكل اللي فيه زيوت مهدرجة والأكل الغير صحي والفاست فود، كل ده بيؤدي إلى أنواع من السرطانات. السمنة، السمنة عامل ومسبب وعامل خطورة عالي جدا في سرطان السرطان الثدي مثلا. الكحوليات. فبالتالي بنحاول بقدر المستطاع أن احنا نتبع نظام صحي في حياتنا. كل ما عملنا ده كل ما حاولنا ان احنا نقلل عوامل الخطوره المسببه للسرطان بشكل عام. انا مش هقدر اعمل وقايه كامله لان في بعض الافيه عوامل جينيه، في اسباب كتير ممكن انها تؤدي الى السرطان، لكن بتكلم على الاقل نعمل اللي احنا عارفينه ان هو بيسبب السرطان. هي دي الامتناع عن التدخين، ناكل صحي، نعمل رياضه، نحاول ما نبقاش دخان. لو قدرنا ان احنا نعمل ده على الاقل يبقى الجزء بتاعنا احنا قمنا بيه علشان نحاول بقدر المستطاع ان احنا نقلل نسب الاصابه من السرطان. طب انا عندي برضه سؤال تاني يبدو غريب. كل حاجه بامر ربنا سبحانه وتعالى يقدرها كيفما شاء. هو ايه اللي يجيب لعيل صغير سرطان؟ ده ما تعرضش لحاجه وحشه يعني، ولا كحوليات، ولا مثلا بيعك في الاكل قوي، ولا بيدخن ده بالتاكيد، ومثلا ممكن تلاقي اطفال عندهم لوكيميا، اطفال عندهم ايه؟ لا هو فكره السرطان او الورم الغير حميد هو بيحصل تحور او بيحصل فيه مشكله في الخليه، فبتبتدي ان ادائها يتغير وتتكاثر وتؤدي الى السرطان في الاخر. ايه اللي سبب ده؟ في اسباب كتير قوي.
في حاجات منها معلوم وفي حاجات منها غير معلوم. غير معلوم حتى الآن. فإحنا ليه ده بيحصل؟ هو حصل يعني خلل معين أدى إلى حدوث السرطان. أو بيبقى فيه تحورات جينية حصلت أدت إلى حدوث السرطان. كل ده يعني فيه أسباب زي ما بقول لحضرتك، فيه حاجات إحنا بنعرفين أسبابها وفي حاجات بتبقاش عارف هي حصلت ليه. هل صحيح زي ما بيتقال إنه ممكن يبقى السرطانات أحياناً مرتبطة بالتاريخ المرضي عائلياً؟ طبعاً طبعاً، في كثير من السرطانات بتبقى مرتبطة بالتاريخ المرضي. سرطان الثدي مثلا ده بيبقى التاريخ المرضي، لو في تاريخ مرضي للأم أو للجدة أو القرابة الأولى للسيدة يعني. دايما بنأكد إن إحنا حتى لما بنبتدي الأشعاعات بتاعتنا بنبتدي عند 35 مش 40، لأن وجود عامل وراثي بيخلي إن إحنا دايما بنأكد على البنات أو الناس اللي في القرابة الأولى إن هو يلتزموا بالفحص الدوري ونعمل الكشف بتاعنا وهكذا. القولون خصوصا لما بيجي في مريض مثلا في سن بدري، ده بيبقى في البنكرياس، بيبقى في عوامل جينيه، يعني في انواع من السرطان بترتبط طبعا بعوامل الوراثه او وجود تاريخ مرضي في العيله. ربنا يقدركم وتعالجوا على قد ما تقدروا وتكتشفوا علاجات جديده على قد ما تقدروا. يا دكتور نورتينا وشرفتينا وعارف ان الدنيا تلج. لبست الجاكيت بقى، ما انا لبست دكتور نفانا جابت الجاكيت، انا مش قادر اكمل في التلج عشان تصدقوني اما اقول لكم الدنيا هنا برد موت. نورتينا جدا وشرفتينا وربنا يقويكم جميعا حقيقي يعني، وتساعدونا اكتر واكتر. الف الف شكر ليك يا دكتور. كل الشكر لدكتور نيرفانا حسين، استاذ مساعد بقسم علاج الاورام بكليه الطب بجامعه حلوان ومقرر اللجنه العلميه للمبادره الرئاسيه لمكافحه الاورام. خلصت الحلقه لحد كده، خلصت الاسبوع او خلص الاسبوع بالنسبه لي. خلونا نستاذنكم في ان احنا هنختم الحلقه ثواني يكون موجود معاكم كريم رمزي وبرنامجه رقم 10، اما العبد لله فيكون موجود معاكم إن شاء الله إذا كان لنا العمر يوم السبت وبرنامجكم التاسعة. سلامات.